اوكي، مساء الخير حبايبنا. اليوم هاي، شوفوا هذا ذاك اليوم كان جاي اقول لكم علي البروكلي، بعم شايف تسوينا البروكلي هالشكل، معه هذا بروكلي كلش طيب، جربوه. القرنابيط الاخضر هم يسموه بروكلي، حتى بالعربي يسموه بروكلي. طلع انا فكرت له غير اسم. ده هاي الأكلة الصينية اليوم. صينية على عراقية. لا اليوم حولنا صينيين. اليوم صرت صينية. صينية مال شاي لو مال قهوة. مال شاي. صار صينية مسيب. بس هذا التمنش طيب. ابو سيدي شو مسوي؟ شو سويتي؟ هذا حمست بصل وثوم، خليت له شويه بس فلفل اسود، وبعدين حمست الكزبره وياه وضفت للتمن. ريحته كلش طيبه بالكزبره. اي كلش طيبه. وهذا الروبيان ويا الخميره حمصت البصل. ده خندوق، هاي اسمها الدقوس. هذا الدقوس. شو خندوق الدقوس مسوي ويا التمن؟ شلون يسوي دقوس؟ هذا ينكل بدون دون مرقه ولا شيء، يعني الصدق. هذا الدقوس ينك البس تمن ودقوس، واحد ياكل ايش قد مو طيب هذا الدقوس. هسه راح يقولوا لك طلنا لنا طريقه مسيف احسن لك. عندنا فيديو، قولي لهم الطريقه. هي بصله كبيره ويا طماطتين، خس ثوم لو اثنين، طرقوها كلها بال هاي ست البيت يعني بتاعت خشم. اي ويا كزبرة، معجون قد ملعقة، وشوية من دبس الرمان، خليت شوية تمر هند، همين عصير التمر هند شوية، وبعدين شوية ملح وفلفل حار طبعا. كل هاي طرقوها سوية. اي وهاي هي. اوكي حبايبنا، نشوفكم فيديو جديد، نحبكم هواية. اقطع.